حلم مهم للغاية يراود أذهان عدد من الأندية الروسية الكبرى في الوقت الراهن، وهو العودة مجددا لخوض غمار البطولات الأوروبية. زينيت بيترسبورغ هي القوة المهيمنة في الدوري الروسي الآن وأغنى فريق في روسيا، مدعوم من قبل عملاق الطاقة في البلاد غاز بروم. لكن بينما يحتفل لاعب زينيت والمدرب سيرجي سماك ومشجع النادي بموسم ناجح آخر ولقب دور آخر، فلا طريق لأبطال روسيا للعب في أكبر منافسة للأندية في أوروبا الموسم المقبل. وقرر كل من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا تعليق مشاركة جميع الفرق الرياضية الروسية سواء الوطنية أو الأندية في مسابقتها بعد العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. وكانت هناك بعض الاتصالات بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحاد الروسي لكرة القدم حول رفع الحظر المفروض، لكن قيل إن المفاوضات كانت صعبة للغاية وفقا لمسؤول كبير في اتحاد كرة القدم الروسي. وقال الاتحاد الروسي لكرة القدم في وقت سابق إنه سينظر في تحويل عضوية اتحاد كرة القدم إلى آسيا من أوروبا، لكن لم يكن هناك تحرك في هذا الاتجاه. القلق الأعمق هو أنه كلما استمرت عزلة روسيا عن كرة القدم الأوروبية والدولية فهذا قد يعني أن اللعبة المحلية قد تنهار.